السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا في قناتي زهرة انسبير لا كوزين. اليوم غادي نقدم لكم جوج وصفات نتمنى انهم يعجبوكم. بالنسبه للمقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. باش كنوصلوا هذه المرحله كنخليو الجزر يتشرمل مزيان فوق النار تقريبا واحد 5 دقائق. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه ويمكن لكم ترافقوها مع جميع انواع اللحوم او السمك. ننتقلوا للوصفه الثانيه. بالنسبه لوصفه سلق البيض في الماء المغلى فهي وصفه متميزه. غادي تشوفوا معايا الطريقه خطوه بخطوه. اول حاجة هي انكم خصكم تختاروا البيض الطري. ثانيا بالنسبة للماء المغلى ما تديروش فيه الملح، غادي نكبوا فيه نص كاس ديال الخل الابيض.
بالنسبه للخطوه الثانيه وهي مهمه، غادي تحركوا الماء بواحد السرعه كبيره وغادي ترميو في الحين البيضاء بلا ما تقيسوها، غتخليوها تطيب تقريبا واحد 3 حتى 4 دقائق. من بعد ما طابت لنا البيضة وتجمعات مزيان، نقدروا الآن نقلبوها على الجنب الآخر باش تطيب مزيان. الان غتوضعوا البيضه واحد الصحن فيه الماء مجمد باش يتحبس الطياب ما يطيبش اكثر. بالنسبه للمرحله الاخيره قبل التقديم، غادي نقطعوا الجوانب ديال البيض باش نحصلوا على واحد الشكل اللي هو جيد. الان غنزيدوا الملح والبزار، وممكن تستعملوا الاعشاب المنسمه، كيبقى اختيار ديالكم. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم، ولا جربتوها خليوا لي التعاليق ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد.